سالي، مثل ما حكينا اليوم اغلب الاخبار عم بتكون بخصوص هي الجائحه وفيروس كورونا، طرق الوقايه او حتى كيف فينا نغذي حالنا، كيف فينا نحمي حالنا من هي الاخبار. اليوم كثير من الاسئله الناس عم تسالها بالشارع، وحتى احيانا سالي نحن كمان عم نسالها لحالنا انه ليه هالاعداد، هالتزايد الكبير بالاصابه، ليش هالتزايد الكثير كبير، وايضا طرق التغذيه السليمه ممكن تحمينا من الاصابه بهذا الفيروس، وايضا ممكن التعافي بشكل كامل منه. كثير من الاسئله والاستفسارات اللي رح تجاوبنا عنها دكتوره نوار البرادعي، اختصاصيه في امراض الجهاز التنفسي في مشفى الاسد الجامعي. يسعد صباحك دكتوره، وصباح الخير والصحه والسلامه. صباح الخير. يسعد صباحك دكتوره، اول شيء تحيه كثير كبيره لكم كاطباء وخط الدفاع الاول، ايضا نتمنى السلامه الجميع، جميع الاطباء يلي انصابوا بفيروس كورونا، مثل كثير كبيره كانت يعني تحملوها وتحملوا عبء هذا الموضوع ايضا ليقوموا بواجبهم الانساني. تحيه لجيشنا الابيض. بالمقدمه مثل ما شفنا هلا الانتشار صار كبير وبشكل سريع، نحكي شو هو السبب الرئيسي لهذا الانتشار؟ هلا بداية مثل ما بنعرف انه هو هذا الفيروس بيصيب الطرق التنفسية، فطريقة ممكن يعمل يعني يصيب ايضا اجهزة اخرى، بس بشكل رئيسي عم يصيب الطرق التنفسية، فطريقة العدوى عم تكون عن طريق القطيرات التنفسية. يعني الشخص اذا عم يتكلم او اذا عم يسعل العدوى حتصير. هلا هو بكل انحاء العالم زايد انتشار الفيروس، حتى بعدة دول رجعت فوعة جديدة، رجع انتشار جديد من الفيروس، رجعت زادت نسبة الإصابات عندهم. هلا نحن ممكن بالفترة السابقة لما كان في عنا حظر ما كان في كتير اختلاط بين العالم، ما كان في ازدحامات، لهيك حتى كانت محصورة جدا الإصابات، بس بالنهاية نحن بدنا نتعايش مع هذا الفيروس، الحياة بدها تكمل، رجعنا لأشغالنا، رجعنا لحياتنا الطبيعية، فزادت الخلطة. في عندنا كثير اماكن ازدحام، اماكن تجمعات، وسائل النقل، الجامعات، حتى صالات الافراح رجعت من قبل صالات العزاء، هذا كله ساهم بانتشار الفيروس. يمكن العالم ملت بفتره من الفترات، ملت من اخذ الحيطه والحذر، رجعت لحياتها الطبيعيه، نسيوا موضوع الكمامه، يمكن ظنوا انه هو كذبه، لانه نحن لما كان عندنا حظر ما كان عندنا اصابات، صار في شوية استهتار للحقيقة، هذا كله ساهم بزيادة انتشار الفيروس. نعم، كمان من الأمور يلي كثير بلاحظ بيسألها أنه لما شخص بينصاب بالأعراض وبتزيد عنده، مين ممكن يلجأ لحتى يثبت الإصابة أو حتى لحتى يعرف طرق العلاج الصحيحة اللي لازم يعملها؟ هلا اعراض الفيروس هي كثير واسعه، ويعني في له اعراض رئيسيه وفي اعراض غير نموذجيه، يعني هو المفروض اي عرض بهذا الوقت كونه نحن بجائحه، خلينا نعتبر انه قد يكون كورونا ونستشير طبيبنا، ولو باتصال هاتفي او على الخط الساخن يلي وزاره الصحه راسته للعالم حتى يستفسروه عن طريقه، يستشير الطبيب المريض، يستفسر انه هل انا بحاجه اني راجع عياده او راجع مشفى او راجع اسعاف او لا. الاعراض النموذجيه اللي هي الثلاثي المشهور عن هذا الفيروس اللي هي السعال، الحراره والتعب العام. نعم. ممكن تتدرج وتصير باتجاه الزله التنفسيه او ضيق التنفس، هون بيصير المريض بمرحله اكثر خطوره نوعا ما. نعم. قد يكون في عندي نقص او غياب حاسه الشم او التذوق، ممكن يكون في عندي اسهالات، ممكن اعراض هضميه، صداع، دوخه، اي عرض غير نموذجي. هلا خليني افكر انه هو قد يكون كورونا واستشير الطبيب حتى ما اهمل حالي، ما سبب انتشار العدوى، ما اقول انه لا هذا مانو فيروس، هذا مانو اصابه بالكورونا. نعم. روح لشغلي، روح لزيارتي، روح لاي مكان وساهم بانتشار هذا الوباء او هي العدوى. نعم دكتوره، يعني حكيتي على الاعراض اللي بتصيب اللي بتفوت على الطرق التنفسيه وبتوصل للهضميه، يعني نحن بده يمر الفيروس بهيدا المراحل لبعدين ولا دغري عم يصير بالامعاء؟
مثل ما سمعنا انه بالفتره الاخيره انه لا الفيروس عم ينزل على الجهاز الهضمي قبل الجهاز التنفسي، هل هذا الحديث لاي مدى مضبوط؟ ابدا انه يكون في عندي تدرج بالاصابه من الطرق التنفسيه للطرق الهضميه، لا ابدا ما في شرط. في مرضى عم يجوا باعراض هضميه مباشره ممكن يطيبوا بدون ما يصير في عندي اعراض تنفسيه، او انه بعد فتره عم تظهر الاعراض التنفسيه. في اشخاص عم يكون عندهم بس تعب وحراره بسيطه وعم يطيبوا ما يصير في عندهم ايضا اعراض اخرى. لهيك هو اعراض، هو الفيروس هو كثير ببدل من حاله، هو بيفرق من عم يفقد هو دغري عادي، مو كل الاشخاص كمان في عندهم فقط بحاسه الشم والتذوق، في بعض منهم عم تصير عندهم اعراض فقط لحاسه الشم والتذوق، ما عم تتطور عندهم اعراض متعبه ابدا. هي بتتبع لكميه الفيروسات اللي دخلت لجسم الشخص المصاب، بتتبع لفوعه الفيروس، بتتبع لايضا الجسم يعني مناعه الجسم المضيف لهذا الفيروس، لهيك بتختلف الاعراض. حتى دكتور سمعنا كثير من الاشخاص يمكن عملوا المسحه وما كان عندهم اي اعراض وتفاجئوا انه كانت ايجابيه، تماماً. شو السبب دكتور؟ مناعه الشخص، كميه الفيروسات يلي تعرض لها الشخص، يعني بتلاقي بنفس العيله اصابه الاب غير اصابه الزوجه غير اصابه الاولاد حتى. لهيك المناعه كثير بتلعب دور. نحن غالبا بهذا الوباء ما لنا خايفين على الشباب ولا على الاطفال، يعني اكيد في نسبه من الاصابات عم تكون شديده عند الشباب، بس نحن خوفنا على الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه، على الكبار بالسن لانه انتشاره سريع، الشباب ممكن ما يتاذوا بس ينشروا لاشخاص قد يكونوا اكثر عرضه للاذيه من غيرهم. نعم، يعني مثل ما هلا كنا عم نحكي مع الاول اختصاصيه النفسيه انه مواقع التواصل الاجتماعي عم تنشر شغلات كثير، امبارح قالوا انه الفيروس اخذ شكل اخر ومنحى اخر، هذا الحديث مزبوط؟ هلا هو الفيروس دائما، يعني هو مو بس فيروس كورونا، كل الفيروسات بشكل عام عم تبدل من حالها، يعني اكثر الفيروسات بصير في عندهم تبدل. لهيك نحن ما عندنا مثلا فيروس الانفلونزا مو كل سنه مثل اللي قبلها يلي نحن بناخذه، هو بيتبدل حتى كل 6 شهور هو بيتبدل، كذلك الكورونا، بس هو سمة فيروس الكورونا هو انتشاره كثير واسع. هلا هل صار اخف او لا؟ نحن عندنا ما بنقدر نقرر، هو بكل دوله عم يكون غير دولة، فنحن لحد الان ما فينا نقرر، نحن نتابع الوبائيات وبنشوف. وهذا الشيء بده متابعه كثير حساسه، بده يكون انه عم يتاخذ مساحات على نطاق واسع، ونحن للاسف ببلدنا نحن بعد سنوات حرب طويله يمكن ما يكون عندنا القدره لانه نعمل المسحه لكل العالم لحتى نشوف نسبه الانتشار الحقيقيه او انه فوعه الفيروس الحقيقيه. حتى بدول برا دكتوره ما قدروا ياخذوا مسحات لكل العالم اكيد. كمان دكتوره من اكثر الاخبار يلي عم تنتشر اليوم انه يمكن بالشهر 9 رح يوصل للذروه بعدين يبدا بالانحسار، هل هذا الشيء هو كلام مدروس، كلام طبي، او هو مجرد ايضا شائعات؟ امتى فينا نقول انه الفيروس ممكن يبلش بالانحسار؟ هلا يعني هذا الشيء يعني منظمة الصحة العالمية هي بتطلع دراسات، ممكن يعني حسب شو بتشوف بعدين فيما بعد، يعني هي مرة من المرات قالوا انه هو صار ينتشر بالهواء رجعوا نفوها، فنحن يعني هي كلياتها ابحاث ودراسات، هي بتتوقع ونحن يعني بنتامل انه هذا الشيء يكون صح، بنتامل انه يكون رح نوصل لمرحله، هو حنوصل لمرحله حينحسر فيها الفيروس، بس ليش؟ لانه حتكون نسبه كبيره من الناس انصابت. لهيك نحن بدنا يعني ما نتطمن لهي الفكره، بدنا نضل اخذين الحيطه والحذر حتى ما يعني ما نندم نقول انه هو انحسر لانه نحن انصبنا كلياتنا. نعم، يعني دكتورة مثل ما ذكرتي إن شاء الله يا رب نوصل لمرحلة الانحسار، ولكن ما رح نوصل غير إذا كان في وعي شوي لجميع الأشخاص اللي عم يضطروا يطلعوا على أشغالهم على جامعاتهم، بغض النظر الحياة ما فينا نوقفها، ولكن نحن منوقف عند مرض معين ومناخد احتياطاتنا كلها. يعني خلينا نحكي شو أهم مثلا الشغلات اللي فيه الإنسان هلأ يتناولها يزيد مناعته. خلينا نقول في عالم بتقول انه خلينا ناخذ دواء التهاب، قديش يعني قديش انه هاي المعلومه ما انا صحيحه اذا ما في مرض انه ناخذ نحن دواء التهاب من لحالنا انه شغلات وقائيه. هو اساسا دواء الالتهاب ما له اي دور بعلاج الفيروس لانه هو فيروس. دواء الالتهاب يعني هو انتي بايوتيك، يعني هو صاد حيوي موجه للجراثيم وليس للفيروسات.
هلا نحن ممكن يكون في عندنا إصابة جرثومية مشاركة للإصابة الفيروسية، هون نحن لازم نضيف الصاد الحيوي. طبعا هذا الطبيب هو بيقدر إذا مريضه بحاجة للصاد الحيوي أو لا من خلال تحاليل معينة، من خلال حالة المريض، هل هو مضاعف مناعي أو لا، وضعه السريري. ما في عندنا يعني حتى بفيروس كورونا ما عندنا أي شيء وقائي يؤخذ، ممكن هو يعني علاج حقيقي لهذا الفيروس لحد الآن ما تم اكتشافه. يعتمد بشكل أساسي بالدرجة الأولى على الوقاية وعلى مناعة المريض، لهيك الفيتامينات هي بتساهم ممكن إنه بيرفع مناعة المريض، حتى نحن لحد الآن ما لنا أكيدين إنه الفيتامينات هي علاج فعال لهذا الفيروس، نحن فقط هدفنا إنه نرفع مناعة المريض قدر الإمكان حتى يقدر يقاوم هذا الفيروس. لهيك الفيتامينات على شكل حبوب عم تتاخد او على عن طريق الغذاء، لانه هلا صار في فقد حتى للفيتامينات يعني صار على قد ما تم تداولها بشكل كبير يمكن ما عاد بسهوله انه نوصل إلى. صحيح. فعن طريق الاغذيه انه نكثر من الخضار والفواكه، الاغذيه الغنيه بالفيتامينات فيتامين سي، يعني ممكن تساعد لرفع مناعه الشخص، وهي نمط حياه. يعني نحن بنتمنى انه حتى بعد زوال هذا الوباء نضل مكملين بهذا النمط الصحي من الحياة، يلي نحن للأسف يعني صرنا نتوجه للأغذية الفاست فود يعني للأغذية العالية الحريرات، هي كلياتها بتضر بالصحة بشكل عام، مو بس يعني تجاه هذا الفيروس. أكيد دكتورة، كل الشكر لإليك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد لكل الأطباء المتواجدين دائما بالمشافي ودائما جاهزين لكل الحالات الإسعافية. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة، بنتمنى لك التوفيق والسلامة أيضا. أما هلا